هذا النظام الذي يستمد شرعيته من اعتقال أكثر من 60,000 واحد في السجون وفي المعتقلات، هو يريد أن يستمد شرعيته على أشلاء أبنائنا، على قتل أبنائنا، على قتل خيرة شباب البلد. احنا عندنا في المحاكم العسكرية لغاية الآن 10 قضايا عسكرية فيها أكثر من 60 واحد بيتحكموا محاكمة عسكرية. فيهم الآن قضية كفر الشيخ، من ضمنهم قضية كفر الشيخ. قضية كفر الشيخ والمعروفة إعلاميا بتفجير إسداد كفر الشيخ، فيها 7 من الشباب، 4 حضوري و3 غيابي. ناهيك عن بعض القضايا العسكرية اللي هو لسه ما فيها إحالة للمفتي، ولكن لسه إجراءات النقل ما زالت شغالة في بعض القضايا العسكرية. فساد مرتب، فساد منظم، فساد ممنهج منظومة القضاء. الفساد ده بيتمثل في عدة نقاط. الأمر الأول إن أنا ما عنديش قاضي مستقل. أنا عندي دلوقتي قاضي صاحب اتجاه سياسي، قاضي جاي لخصومة سياسية بينه وبين المحبوس، بينه وبين المعتقل، وبالتالي فهو مش محايد وغير مستقل. الأمر الثاني إن القاضي ده بيتقاضى راتبه ويتحكم في راتبه ويتحكم في البدلات اللي بياخدها بالمبالغ اللي بنسمع عنها. السلطة التنفيذية اللي بتقبض وبتحقق وبتلفق وبتهدد القاضي ان الاحكام اذا خرجت بالمخالفة للمنهج اللي مرسوم لك مفيش مكافآت، مفيش بدلات، مفيش منصب قضاء، لا ده احنا هنرميك في دائرة أسرة ولا في دائرة عمال ولا في أي مكان آخر تحرم فيه من هذا النعيم الذي تعيشه. كل المحاكمات اللي حصلت وصدرت عنها أحكام إعدام وغيرها من الأحكام، ضمانات المحاكمة العادلة فيها منتفية. بمعنى القضايا في نيابة أمن الدولة أو في النيابة العسكرية أو في نيابات الحوادث ممنوع منعا باتا الاطلاع على التحقيقات او الحصول على صورة منها قبل احالة القضية مكتملة الى المحاكمة. طب انا كدفاع هطلب ايه؟ هناقش في ايه؟ هدافع في ايه؟ هقدم مستندات في ايه؟ جميع المتهمين في هذه القضايا تعرضوا لحالات اخفاء قسري، وفوق الاخفاء القسري تعذيب شديد. احد المتهمين محمود الأحمدي في قضية النائب العام وقف يقول للمستشار حسن فريد اديني ساعة كهربائي وانا خليك تعترف ان انت اللي قتلت السادات. ده ايه هول العذاب اللي شافه علشان يعترف بحاجة ما عملهاش؟ وغيره وغيره، كل المتهمين فيها بهذا الشكل يعترف بما لم يفعل، لان الاعتراف وإن كان سيوصله لحبل المشنقة بعد فترة ولكن سيرحمه الآن من العذاب الذي يلقاه على يد زبانية الأمن الوطني.